تاكسي رياض اليوم صفحه جديده مع مدرب جديد مع براتيكمون ان نوفو ستاف تكنيك، شنو باش تبدل في الترجي اكو تيرم؟ ما حد شيء باش يتبدل، راه ما فماش حد يقول جاي باش نبدل حاجه في الترجي. الترجي التونسي ما يقارب ماشي 100 سنه، معناها ما فماش. الترجي التونسي هي اللي هي اللي بنات المسيرين، وهي اللي عملت المسيرين، وهي اللي عملت الممرنين، وهي اللي عملت اللاعبين. ما فماش نيوم شكون احنا نيوم باش نحاولوا نرجعوا معناها الثقه في الفريق، ونرجعوا معناها الثقه تهزت، والنتائج اللي اثرت على الترجي الرياضي التونسي ومست كل الاركان نتاعو. معناها الحقيقه الدوت تخلل في الفريق، وهذاك المشكل. اليوم نحاولوا باش نرجعوا الثقه في الناس الكل، نحاولوا نرجعوا ثقه الجماهير في فريقهم، نحاولوا نرجعوا ثقه اللاعبين في امكانياتهم، نحاولوا نرجعوا ثقه اداره الترجي الرياضي التونسي معناها في 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 برامجها، في 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 العمل نتاعها، في معناها نقول الموارد اللي تضخت في الترجي الرياضي التونسي. كلنا حشنا بالثقه، وهذيك الكل الثقه ما نجمو نعملوها الا ما نكونوا يد واحده. واليوم راهو معناها طلب اي واحد اليوم يحب الترجي الرياضي التونسي مهما كان مقدار، اليوم راهو يلزم اون سوليداريتي كبيره، ويلزم نكونوا يد واحده لمصلحه الترجي الرياضي التونسي. الظرف هذا بالكل، هذا بالذات الظرف هذا بالذات يلزموا الناس الكل تكون اليد في اليد. نرجعوا الترجي الرياضي التونسي على الاقل المستوى العادي والطبيعي للدوران نتاعو العادي والطبيعي، ومن بعد باذن الله باذن الله كل شيء يجي في وقته. توا اولويه مطلقه انه الترجي الرياضي التونسي يرجع للسير العادي والطبيعي نتاعو. دو بون ريزون اللي يخلي تقول عمر سويح هو لو بون شوا في لا بون بيريود. اختيار كان على تونسي، واحنا سببنا فسرنا الاسباب نتاع اختيار مدرب تونسي، لانه الوقت ما يسمحش، ولانه الترجي الرياضي التونسي نجح مع المدربين التوانسه كيما تحب انت في معرفتهم لخصوصيات البطوله التونسيه او لخصوصيات ومعناها اللاعب التونسي، لعقلية اللاعب التونسي، لعقلية المحيط في كرة القدم التونسية. نجحت الترجي الرياضي التونسي، وهذا ما يخفى حد، صارت مع الممرنين التوانسة. كي في الممرنين التوانسة أكيد الاختيار ما كانش كبير ياسر، الشوا ماهوش كبير ياسر، تم الاختيار على الفني عمار صويح من طرف الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله نكونوا موافقين.